كلامه اللي بتقوله ده يا دكتور بقى بعد كل اللي عملناه دي وعاوز تنسحب؟ ايوه انسحب يا حاج داري، انسحب لصالح البلد دي واهلها. ولعلمكم انا لو قعدت 10 دورات ورا بعض عضو في المجلس مش هحقق للبلد دي ربع المشاريع اللي هعملها محمود اخويا. وبعدين ليه نخسر محمود اخويا وهو جاي وفتح دراعاته ونفسه يعمل خير للبلد ولاهلها؟ ليه نسد نفسه؟ الله، ما نقول له اهلا ومرحبا بدل ما نرجع نندم ونقول يا ريتنا خدناه في حضننا. يا اخوانا محمود راجع وعنده امكانيات كبيره جدا مستعد يحطها كلها لصالح تنفيذ مشاريع لصالح اهل البلد دي. بس احنا كلاتنا عاوزينك انت يا دكتور. ما هو دي مش مساله عواطف ومجاملات بقى يا عم الحاج. بالعكس انا شخصيا اصلي زاهد مش عايز حاجه. انا لا عايز عضويه مجلس ولا عايز حصانه. بالعكس انا شغلي في الجامعه وابحاثي، وبعدين المركز الطبي اللي بعالج الناس فيه واخدين كل وقتي. ولعلمكم محمود الشرقاوي راجع وابدع حسن نيه شديد جدا وجاب معاه الشنط دي، والشنط دي فيها 20 مليون جنيه يكفوا كل المشاريع اللي هو بداها وهيزود عليها كمان. انما لو انا ما انسحبتش بصراحه هيبقى من حقه ياخد فلوسه تاني ونبقى خسرنا الجلد والساقط وخسرنا كل المشاريع دي. والله ما احنا عارفين نقول لك ايه يا دكتور، دي بقت معضله. ولا معضله ولا حاجه يا حاج قاسم. احنا لو شغلنا المنطق والعقل والتفكير السليم نحط ايدنا في ايده ونقول على بركه الله. يعني انا من بكره ان شاء الله هكلمه علشان يجي يتنازل عن ملكيه كل الاراضي بتاع المشاريع لصالح الجمعيه الخيريه بتاعتنا. وبعدين في نفس الوقت هنعد لمؤتمر انتخابي كبير يحضره كل اهالي الدايره، وانا اعلن فيه انسحابي قدام كل الناس لصالح محمود الشرقاوي اخويا، وانتوا كمان هتسندوه هتأيدوني في الكلام ده. وارجو ان احنا نقرا الفتحه على الحكايه دي. حسك عينك تكلمني ولا لسانك يخاطب لساني؟ طب هو ده معقول برضه يا حجوج؟ انا اقدر. طيب اذا ما كلمتكيش انت هكلم مين يعني؟ تكسر كلامي وتتنازل وتبليهم بيه؟ انت عارف يا مصطفى كانت عاوزه تطلع تقول للناس الكلام ده واكتر منه لولا ان احنا منعناها. يا كلام يا ست الحاجه، الراجل جاي وفي نيته خير، واللي انا عملته ده لمصلحه اهل البلد ولمصلحه محمود كمان. ده اخويا توامي، لو شفتيه لما جالي العياده والله واضح ان ده حفيد الشيخ الشرقاوي، بذره الخير اللي جواه عايزه تطلع، فانا طبعا لازم اساعده. انت بتضحك عليا ولا على نفسك يا دكتور؟ اخوك من يوم ما شطح وما بصش غير لنفسه وللفلوس اللي عمال يكومها بالنهب والتهليب، ما بقاش في نفسه ذره خير لا له ولا للناس. سبحان من يغير ولا يتغير. محمود اتغير تماما. وعلى كل حال انا شخصيا ما كانش عندي استعداد لحكايه الانتخابات دي من الاول، مع ان حضرتك منعتني احضر قعدتك مع الرجاله وحرمتني شاركك في الراي زي ما عودتني طول عمرك. ممكن بقى تديني فرصه اتكلم يا دكتور وعبر عن رايي؟ شكرا على رايك، انما ده قرار انا اتخذته وهبلغ بيه محمود بنفسي. مبروك، الف 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 مبروك يا عم ابو حميد. حبيبي انت وشك عليا وش حلو حي. يا سلام، احنا كده بقى يبقى ضمننا النجاح 100%. مش بالظبط 100%، بعد المرشحين اللي كانوا فقدوا الامل بعد تنازل الدكتور مصطفى بقوا يتحركوا تاني، وده بيمثل خطوره علينا. يبقى خلاص من هنا اليوم الانتخابات احنا ما نهمتش نتحرك في كل حته. هانت يا سعاده الباشا هانت، خلاص محمود بس يخلص الانتخابات ويكسب باذن الله ويفوق له، بعد كده تقعد تتحاسب تاخد فلوسك على داير مليم ان شاء الله. الله، عارف فوزي انا حاسس ان نهايه محمود الشرقاوي هتكون على داير. ليه بس لازمته الكلام ده يا سعاده البيه؟ ملوش لازمه. عندي احساس كده انه ناوي يلعبني يدوس على فلوسي، دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم، انا متاكد انه عارف مكان الولاد ومراتي ومش عايز يقول. كل الخيوط اللي انا بمشي وراها بتوصلني لغايه محمود الشرقاوي. لو طلع الكلام ده مظبوط وابتدى يلف عليا تاني
مش هيبقى فيه قدامي اي حاجه غير ان اقتله. ساتر يا سعاده البيه، ما تخليش الشيطان يلعب بيه جامد كده. وهيكون فاهم ان الحصانه هتحميه ولا فلوسه هتخليني ما اعرفش اخد حق منه. لا 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 لا، انا ديتها رصاصه، رصاصه ب 3 جنيه. بس انا مستني لما المولد بتاع الانتخابات يتفض. الف مبروك يا محمود باشا، بالتوفيق ان شاء الله. الف مبروك يا محمود باشا، والله تستاهلها. الف مبروك يا الف مبروك يا باشا. الف مبروك يا ابو، والله تستاهلها يا محمود باشا. نجاح منقطع النظير يا باشا، اعلى نسبه اصوات على مستوى الجمهوريه كلها. الحمد لله، البركه فيك يا شكري بيه، انت ومجموعه المستشارين. من غيركم كان لا يمكن هنحتفل دلوقتي بالنجاح العظيم ده. اعمل لحضرتك طبق سيفود. بعدين بعدين حضرتك، بعد اذنك. اهلا يا دكتور لباسي. دكتوره انا عاوزك تبعدي خالص عن الباشا طول ما انت هنا عشان ايناس ما تاخدش بالها من اي حاجه. اطمن يا باشا، انا عارفه كل حاجه. على اذنك. اتفضلي. أنا شخصياً كنت مطمنة جداً وواثقة إن محمود هينجح، لأن عمره ما حدد هدف إلا وربنا وفقه فيه. المهم محمود باشا يشد حيله في المجلس ويركز على رئاسة اللجنة الاقتصادية، ودي تبقى ضربة معلم. تعرف إن أنا تعودت أشوفك كل يوم؟ وأنا كمان تعودت أشوفك كل يوم وكل لحظة وكل ثانية كمان. بقولك يا صافي، عايز اسألك على حاجة. هي الناس دي كلها اللي جاية تبارك لعمي بيباركوا من قلبهم ولا جايين يباركوا السلام؟ لا، في اللي كده وفي اللي جاي يبارك وفي اللي فرحان من قلبه بجد. لكن انت بتسأل السؤال ده ليه؟ اصلي بصراحة يعني اول مرة ابقى موجود في مجتمعات علوي زي دي. بكرة تبقى من اهم الاشخاص في المجتمعات العلوي دي يا سيدي. انا؟ طول ما انا جنبك وانت جنبي وايدينا في ايدين بعض هنبقى من اهم اتنين في المجتمع دي. خلاص موافقه، ما دام انت جنبي وانا جنبك وايدينا هتبقى في ايدين بعض. عينها عليه وهو عينه ما نزلتش من عليها. يسمع من بقك ربنا، ادعي بس انها ما تطيروش من ايدها. يا ريت يا ماما، احمد شاب عارف كل حاجه، بس هي تعال بس وربنا يهديها. اهلا 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 يا باشا. ازيك يا باشا؟ اهلا سعيد شكر اهو. سعيد بيه. أهلا محمود بيه. أهلا أهلا. أنا جيت ولو إنك ما عزمتنيش. ده أنت لا تدعى، أهلا بيك في أي وقت، اتفضل سعادتك. أهلا 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 أهلا. نورت سعيد بيه شكل طبعا. نورت يا فندم. أهلا 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 سعيد بيه. والله 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 فرحان لك يمكن أكتر ما أنت فرحان لنفسك. أكيد، ده إحنا إخوات تحت أمرك. بتهيألي بقى مولد الانتخابات اتفض ودحنا نجحنا وخدنا الحصانة، ناقص بقى نقعد مع بعض عشان نصفي حساباتنا. أي وقت، أنا تحت أمرك، أنا جاهز. يعني أنا ممكن أعدي عليك بكرة بعد بكرة بكتير، لأني طبب عليك في مكتبك. أنا شايف إن الأسبوع ده بالذات ساعة الباشا هيبقى مشغول جدا، فبعد إذنك ممكن نخليها الأسبوع الجاي بعد إذنك وبعد إذن ساعة الباشا يعني. ماشي يا فوزي، نخليها للأسبوع الجاي. شكرا. على رأي المثل يا باشا، إن غدا لناظره قريب. الله 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 الله. فرحان وسعيد يا محمود. أوي 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 أوي. تعرف إنك تركيبة غريبة أوي يا سيادة النائب. مفيش حاجة حلمت تحققها إلا ما عملت المستحيل علشان تحول الحلم ده لحقيقة. فاكر أول مرة شفتني فيها؟ أول مرة شفتك فيها
رشقت في قلبي على طول، ما طلعتش منه تاني ابدا. وفضلت تحاول وتحاول علشان تتعرف عليا. ساعتها عجبني فيك قوي تصميمك واصرارك، وما همتش غير لما حققت الحلم ده، حولته من حلم لحقيقه عايشه لغايه النهارده. فاضل لنا حلم واحد بس، لو اتحقق هبقى اسعد بني ادم في الدنيا. قلبي بيقول لي ان ربنا هيحققه، وان انت هتخلفي لي اجمل طفل في العالم، مصطفى محمود الشرقاوي. بس على فكره ده مش هيبقى اخر حلم ولا حاجه، انا احلامي كتير وكلها هتتحقق برضو. لا اسمح لي بقى يا سياده النائب، كده تبقى طماع قوي. الا من حق. انت خدت بالك من العكاريت صافي والولا احمد؟ اه طبعا، الاتنين ما سابوش بعض طول الوقت، حتى ده لفت نظر ماما. انما انت ايه رايك يعني؟ كفايه ان هو ابن اخوك يا محمود. لا المساله مش انه ابن اخويا وبس، لا الولد في حاجات كتير كويسه، وبعدين انا حاسس انه عجينه طريه في ايدي بيتشكل زي ما انا عايز، وبعدين ده جالي في الوقت المناسب. انا كمان ملاحظ انه في علاقه استلطاف كده بينه وبين صافي، وده لو حصل هيبقى كويس جدا، لان ده هيقربه مني اكتر لما نبقى انا وهو عدايل يعني. طب ايه رايك بقى يا سعاده النب، بما انك لما بتصمم على حاجه بتعمل المستحيل علشان تحققها، تصمم انك ترجع علاقتك بمامتك واخوك وترجع بينكم الميه المجاريه؟ الحاجه دي المساله بالنسبه لها مستحيله، انما بالنسبه لمصطفى ومراته واولاده لا، الحكايه دي فيها امل، وما دام فيها امل يبقى هيبقى فيها اكيد محاولات، وانا متهيألي ان حبه بحبه المايه هترجع لمجاريها فعلا، انما بالنسبه للحاجه استحاله. طب ما تحاول على قد ما تقدر يا محمود. انا تصوري مين اللي بيتكلم؟ مين؟ اخويا مصطفى. طب كويس. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا 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 بالعظيم، اهلا بالدكتور مصطفى العظيم. الله يبارك فيك يا اخويا، يا سلام، والله انا فرحه الدنيا دلوقتي مش سايعاني. يا حبيب قلبي. لا يا عمنا ما تتصورش سعادتي قد ايه. طب تخيل من ساعة ما اعلنوا النتائج جالي الوفات من التهاني. اه بجد يا مصطفى، بس دي احلى واطعم واجمل مكالمة جاتلي. حبيب قلبي اخويا توأمي، يا سلام، انا حاسس ان ربنا بيديني كل اللي تمنيته. نفسي في حاجة بقى، ورحمة أبوك الغالي، افتكر صلة الرحم، تعالى ننسى الجفا اللي كان بينا والبعاد ده، يا ريت نرجع نوصل الود تاني. كل شيء بأوان إن شاء الله. عقبال يا سيدي ما نبارك على الفرحة الكبيرة، وصول ولي العهد مصطفى الصغير. ايوه انت وعدتني، وساعتها المباركه مش هتبقى بالتليفون بس، لا ده انا هاجي بنفسي. على كل حال انا مش هوصيك على اهل الدايره طبعا، دي امانه ولازم تحافظ عليها، انا واثق طبعا. على كل حال الف الف مبروك مره تانيه، ربنا يبارك لك ان شاء الله. مع السلامه يا محمود. برضو كلمته؟ كان لازم يا امي، اولا علشان ابارك له، وثانيا اوصيه على اهل الدايره. تلاقي الفرحه مش سايعاه بعد ما طال اللي هو عاوزه. اكيد يا حاجه، ده بقى عضو مجلس الشعب، وعلى فكره هو بقى طيب جدا جدا.
ولا انت اللي طيب يا مصطفى يديك طول العمر طالع لابوك وجدك ربنا يزيدك كمان وكمان ربنا يخليك لينا يا ريت اسمع دعوه حلوه زي دي لمحمود بقى والله يا ابني انا ما ببطل دعاء لا ليك ولا ليه ربنا يهديه ويسامحه ايه يا خالتي رشه الحنيه الجامده قوي دي جات لك منين جات لي من مطرح ما جات لي انت مالك مفقوعه يا خالتي حطق من جنابي اللي نجح نجح واللي خد الفلوس خد الفلوس وعملوا بيها مشاريع خيريه واحنا طلعنا من المولد بلا حمص وعلى راي المثل ما ينوب المخلص الا تقطيع هدوم يا ست الطربويه العظيمه انت جايه تبحثي عن الشر ولا ايه لا يا مصطفى بس اخوك محمود كان عرض عليك مبلغ وقدره 5 مليون جنيه عشان تتنازل ما خدتوش ليه ها تتنازل كده بلوشي وخيرك يروح لغيرك يا هانم احنا طول عمرنا العلاقه بينا علاقه فيها تحضر ارجو انها تستمر كده بدل ما اتهور غصب عني وامد ايدي في لحظه واضربك على ام راسك لا لا وتروح في سين وجيم ليه سيبها لنا عشان لما يجوا يسالوني اقول لهم والله بنت اختي ولقيتها ناقصه ربايه ربيتها يا سلام حفله هي مره هتكسري لي دراعي ومره تبطحيني في ايه يا خالتي وايه حكايه ناقصه ربايه دي شوفي اهو طول ما انت بتشوحي لي كده تبقي ناقصه ربايه قلبك ابيض بس يا تيتا ماما بتحبي بس تهزر معاكي لا ما بهزرش بتكلم جد مصطفى اديها فوق ام راسها اظن بقى الانتخابات خلصت والباشا نجح ودخل المجلس والحصانه بقت في جيبه والوقت بقى كويس جدا ان احنا نتكلم في موضوعنا انت واثق الاول من الجماعه الاسرائيليين دول واثق ان موضوع العموله بتاعتنا مش هيحصل فيه اي لعب لا 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 مش هيحصل بس انت اشتغل بقلب جامد انا بالنسبه لمحمود بيه لما احتله في الفتره الاخرانيه عن الموضوع ده اكتر من مره وهو النهارده بنفسه جه وقال لي الموضوع قيد البحث قيد البحث معناه ان الدكتوره كمال بتدرسه وهي في الموضوعات دي بتبت بسرعه يا ريت يا ريت يتم الاسبوع ده ونتلاقي مع العموله في اسرع وقت ممكن كمان قدامي حته ارض لقطه من اجود الاراضي في المنوفيه وبسعر خرافي بصراحه لو ضاعت مني هزعل قوي على فكره انا عاوز انصحك نصيحه قلتها لك قبل كده القرشين اللي هتاخدهم من الموضوع ده اشتري لك بيهم حته ارض مباني بدل ما انت داير تبعزق على الفاضي وتبقى كانك ابو زيد مغازيت انا مرستق في دماغي كويس قوي انا هعمل ايه بالفلوس بالظبط لا والله اسف جدا يا فندم لا صعب خالص ساعات الباشا في اجتماع مغلق لا مش حاضر عموما قعد ساعتك اول ما يفضح اخليه يكلمك طبعا ده بحبك جدا يا فندم بألف سلامة انا عايز افهم بقى ايه حكايه الاجتماعات المغلقه دي ايه ده غيره ولا ايه ولا غيره ولا اي حزنه بس انا واخده بالي بقى ان الست دي من ساعه ما شرفت هنا في الشركه بقت هي الكل في الكل والاجتماعات المغلقه ما بتخلصش صدقيني شغل كله شغل انا مش مطمنه لها ما تقلقيش كاميليا دي مش التيب بتاع محمود باشا خالص ما تشدوش سألين انا اظن بعد ما الانتخابات خلصت خلاص ونجحنا والحصانه بقت في جيبنا خلاص لازم تفضل لشغلنا عشان نبتدي في تنفيذ الصفقه يا سلام انا فاضيلك خالص at your service madam it's great هايل طيب انا عايز اقولك حاجه بقى وما اخبيش عليك يا مس كاميليا انا كنت قلقان قوي منك ومن الجماعه اللي انت تبعهم الآن قوي 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 يعني خصوصا بعد ما عرفت حكاية المراقبة والتسجيلات والشرايط والبلاوي اللي تحت ايديكوا واللي تودي في 60 داهية دي وبعدين دي مصيبة سودة ده انتوا عارفين عني اللي محدش في الدنيا كلها يعرفه بس انا بعد ما شفت اخلاصك معايا في الانتخابات والموقف الجامد اللي انت وقفتي معايا ابتديت اطمن لك ومش بس عشان حكايه الانتخابات انا هفاجئك بقى انا اصلي في الشهور اللي فاتت دي ما كنتش بلعب لا انا اتقصت وراكم عرفت عنك وعن الجماعه اللي انت بتشتغلي معاهم كل حاجه وبعدين زي ما انتوا عارفين عني كل حاجه
انا بقيت عارف عنكم برضو، وعلى راي المثل البادي اظلم. وعرفت ايه مستر محمود؟ كل حاجه. من اول باباكي ومامتك متجوزوا زمان هنا في مصر، وبعدين هاجروا الستيتس، وانت اتولدت هناك وعدت طفولتك عادي يعني، بس لما كبرتي وبقيتي شابه ودخلت الجامعه بداوا الناس يبعدوا عنك. كانت طباعك شديده شويه، وفي نفس الوقت كنت منطوي على نفسك، بس في الوقت ده حبيتي هاني، والشاب ده كان اكبر منك بحوالي 4 سنين، وكان له نفس ظروفك، مصري انما خد الجنسيه الامريكيه. بس يا خساره، وقعت في شاب مريض كان عنده ساديزم، وكان بيتلذذ قوي بانه يعذبك، كان بيطلع عينك، واوقات كتيره كان بيمد ايده عليكي ويضربك. حاولتي تبعدي عنه، بس كنت بتحبيه وبجنون، لغايه ما هو سابك واتجوز اعز صديقه ليكي. بعديها وبعد ما خلصت الجامعه والدراسات العليا بتاعتك، حاولتي تشتغلي في الجامعه، ما عرفتيش، فاشتغلتي في CIA، في المخابرات المركزيه الامريكيه، ونجحت فيها قوي، ووصلت انك بقيتي عضو مهم في إدارة الشرق الأوسط. بس للأسف بعد 11 سبتمبر استغنوا عن خدماتك مع مجموعة كبيرة قوي من اللي استغنوا عنها. فضلت تدوري لغاية ما اشتغلتي مع شركة من الشركات اللي كانت بتتعاون مع CIA، وفي الشركة دي كسبتي ثقة رئيس مجلس الإدارة، بقيت المستشار الاقتصادي بتاع المجموعة، وفي نفس الوقت بقيت زي ما بيقولوا سيدة المهام الصعبة. معلوماتك كلها صح ودقيقة جدا، لكن انت عارف انا كان ممكن اقولك المعلومات دي كلها من غير ما تتعب نفسك وتدفع 250 الف دولار لمستر دييجو اللي جمع لك المعلومات دي. يا خبر اخبر، يعني انا عامل كل الجيمس بوند والاو 7 والحاجات دي، وانتوا في نفس الوقت برضه عارفين ده، انتوا لزاز حقيقي، خواجه بجد يعني. انما برضه انا عملت مجهود. المهم يا ست، خلينا في المهم. فعلا خلينا في المهم. الفعل ده في دراسات جدوى للمشروعات المقترحه اللي احنا هندرسها مع بعض، وفي الفترة دي هكون انا عملت اتصالاتي مع البنوك بحيث انهم يحولوا اول مبلغ في خلال 3 شهور. بس المهم ان ده كله يحصل في امان كامل، احسن لمن دول في قلق هنا، وبعدين خصوصا حكاية غسيل الاموال دي مفتحين عينيهم عليها على الاخر. دونت وري مستر محمود، انت في ايدي امينة، وبعدين انت راجلنا عضو مجلس شعب، لازم تسعى لتنفيذ مصالحنا، وبعدين احنا محضرين لك شوية خبطات برلمانية جامدة جدا هتخليك أهم عضو في المجلس. ده مش فير، مش عادل يا دكتورة. وإيه الفير يا دكتور؟ الاتفاق إن ناخد عمولة 2.5% على الصفقة اللي هتتم، صفقة ال 2 مليار دولار مش ال 200 مليون دولار. دكتور عادل، حضرتك راجلنا، وأي حاجة احنا نحددها المفروض إن أنت تنفذها من غير أي اعتراض. محمود باشا الشرقاوي انا اللي عرفتكم طريقه، والصفقه انا اللي هشرف عليها من A to Z، وانا بقى مصمم اخد عمولتي بالكامل. يا كده يا عليا وعلى اعدائي يا دكتوره. ده تهديد؟ اعتبر اللي تعتبريه. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انا عمري بيتي ما كان من ازاز، انا واقف على ارض صلبه جدا يا دكتوره. يا ريت تبص كويس في الفايل ده.
ايه ده؟ ده السي في بتاعي مستندات تعييني بعد ما رجعت من امريكا. بصيت كويس قوي في شهاده الدكتوراه يا استاذ. مالها شهاده الدكتوراه يا استاذه؟ شهاده الدكتوراه دي مزوره، وانت عارف عقوبه التزوير في مستندات رسميه عقوبتها السجن. شهاده الدكتوراه في الاقتصاد من جامعه كاليفورنيا دي مزوره. مزوره؟ دي موثقه في القنصليه المصريه في امريكا. برضه مزوره. انا الحقيقه انا مش عارف حضرتك عايزه ايه بالظبط. افهمك انا عايزه ايه. لما مستر محمود يكتشف انه شهاده الدكتوراه اللي معاك دي مزوره، وان حتى انت ما خدتش ماجستير ويا دوب واخد دبلوم تجاره من مصر، هيبلغ فيك النيابه. انا لما سافرت امريكا درست بزنس ادمنستريشن بالاماره، اداره اعمال يعني، وما كملتش دراستك وزورت شهاده الدكتوراه واشتغلت بيها في اكبر شركات توظيف اموال في وول ستريت، وتخصصت في عمليات غسيل اموال. ولما قابلت مستر محمود في نيويورك وريته شهاده الدكتوراه، انبهر بيك، جابك مصر، عينك مستشار اقتصادي للمجموعه كلها، طبعا بمرتب كبير قوي، ده غير الحوافز والمكافآت. وانت ما اكتفيتش بكل ده، ابتديت تاخد عموله من وراه في كل صفقه بيعملها. طب يا ترى محمود باشا عارف تاريخي المشرف ده؟ لا ولا هيعرف. الحكايه دي توب سيكريت بيني وبينك، طول ما انت راجلنا وبتسمع كلامنا وبتنفذ اوامرنا. عموما انا تحت امرك، تحت امرك يا دكتوره، واوعدك اني هنفذ الصفقه بنفس العموله الاولانيه، ولو عايزين تنقصوها نقصوها، انا مش عايز حاجه خالص. بالعكس يا دكتور عادل، بالعكس، انا هزودهولك مليون دولار طول ما انت راجلنا وبتسمع كلامنا. يحول الى الدكتورة كاميلا لإبداء الرأي. في الموضوع ده كمان يا أستاذ فوزي، يحول إلى الدكتورة كاميلا لإبداء الرأي. العقد ده بقى يتعرض على المستشار لطفي، يراجع بنوده كويس قوي، وبعديها يحول إلى الدكتورة كاميليا لإبداء الرأي. بعدين؟ على فكرة يا فندم، بعد إذن سعادتك يعني، فأقرب فرصة يا ريت تخلص لنا موضوع سعيد شاكر. الراجل روحه بقت في مناخيره وابتدى يهلفط ويهدد. ده متصور إن سعادتك الوحيد اللي عارف مطرح مكان مراته وولاده. طب وده هنعمل معاه كمان ايه ده الاخر؟ والله مش عارف يا فندم، بس بقول نقطع عرق ونسيح دم قبل ما يبتدي يسبب لنا مشاكل احنا في غنى عنها، خصوصا ساعتك دلوقتي بقيت عضو مجلس، يعني الوضع بقى حساس. فعلا الراجل ده بقى خطر قوي، لازم يتلم، ولو ما تلمش وتهد وخلى باله من نفسه يبقى زي ما بتقول نقطع عرق ونسيح دم. ادخل يا ابو حميد. مش هتنزل معايا بقى زي ما اتفقنا عشان تبص على شغل المقاول، وعايزك برضو تاخد فكره عن صباط الخرسانه بتاعه حدائق الاهرام. مفيش اي مشاكل يا باشمهندس، ثواني بس اخلص المستندات اللي في ايدي وانزل معاك على طول. هو المستندات اللي انت بتراجعها دي فيها حاجه غلط؟ لا كله مظبوط ومية المية. لا اله الا الله، لا اله الا الله، احنا بلديات الباشا ولازم نقابله. بقول لحضرتك هو دلوقتي في اجتماع، وعشان تقابله لازم اسمعكوا تجيلي من فوق. يا باشا بس اتصل بيه واحنا هنكلمه. بقول لك في اجتماع وهو دلوقتي هينزل يروح مجلس الشعب. خلاص هنستناه لغايه ما يخلص الاجتماع وينزل. الله، مش هو ده احمد الشرقاوي؟ ايوه ايوه هو 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 هو. ايه ده وشريف ايه؟ وانتوا؟ ايوه احنا يا باشمهندس، احنا جايين حسب وعد الباشا لينا في الانتخابات عشان نشتغل، ولا هو كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح؟ ايه بقى حكايتك يا دكتور؟ وانت شكلك بيقول انه في حاجه، حاجه كبيره كمان.
مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص كمان. ما هو لو كنت ما قررتكش واحنا بنتغدى مش هسيبك دلوقتي الا ما تقولي مالك. الصفقة اتلغت يا دكتور؟ لا، الصفقة ماشية كويس، بس العمولة للأسف نو واي انها تزيد عن 5 مليون دولار. يعني نفذوا صفقة الاتنين مليار وهناخد عمولة صفقة الميتين مليون؟ يا كده هطلع من مولة بلا حمص. ما هي كاميليا خلاص بقت مركز قوة في المجموعة، يعني ممكن في ثانية ألاقي نفسي بره، خصوصا بعد ما كشرت عن أنيابها في وشي. يبقى نوطي للريحة، والخمسة مليون دولار مبلغ مش شوية، ونكسب ود كاميليا مادام بقت هي الجوكر والكل في الكل. هو ده اللي أنا بفكر فيه، خصوصا بقى إن محمود باشا خلاص شكله كده راحت عليه. ممكن حبيبي يغمض عينيه وما يفتحهاش الا لما اقول له؟ حاضر نغمض. ممكن حبيبي بقى يفتح عينيه؟ نفتح. الله 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 الله. دي هديه بسيطه كده متواضعه على قدي بمناسبه نجاحك في الانتخابات، ويا ريت بقى الاقلام دي انها لا تستخدم الا في المجلس الموقر فقط. أوامر جميلة جميلات الدنيا. بس جميلة جميلات الدنيا بقى زعلانة ومقموصة من سيادة النائب قوي. إيه ده؟ لو سيادة النائب غلطان نرفع عنه الحصانة على طول. غلطان بس؟ ده غلطان من ساسه لراسه كمان. ليه عمل إيه الراجل المفتري ده؟ تصور أنت من ساعة الانتخابات ما خلصت ونجح لغاية دلوقتي مش قادرة أتلم عليه حتى الهدية اللي كان وعدني بيها. طنشها. عندك حق في دي. خلاص قبل ما أنزل هكتب لك شيك ب10,000 جنيه، هات الهدية اللي تعجبك. قدر بقى نجاح في الانتخابات ودخول مجلس الشعب ومعاك حصانة و10,000 جنيه بس. طيب يا ستي، عشان خاطر عيونك الجميلة والطقم الجميل ده نخليهم 20,000. 20 ايه؟ أنا طمعانة في حاجة كبيرة أوي. ما بلاش الطمع، الطمع يقل ما جمع. بصراحة بقى أنا طمعانة في الفيلا دي. أنا متهيألي إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. عشان خاطري يا حبيبي. ما فيهاش خواطر. انا قلت لا، وما دام قلت لا يبقى هي اللي لا. طب انت كنت مش موعدني انك هتخلص لي موضوع الحفر والردم بتاع مشروع توشكا باني اعرضه على الاستاذ شكري؟ عرضت ووافق، خلاص مش فاضل غير تاشيرتك بالموافقه وبس. على العموم الموضوع دلوقتي عند الدكتوره كاميليا، هي بتدرسه. لو قالت عشان خاطر عيونك وخاطر الهديه الجميله ديت وخاطر العموله المحترمه اللي هتاخديها انت وعمتك، انا ما عنديش مانع. ونفرض بقى ست كاميليا رفضت. لو رفضت يبقى الموضوع اترفض. بقولك ايه، كفايه كلام في الموضوع ده بقى، انا خلاص اتخنقت، ما عدتش طايق، ولو اتخنقت اكتر من كده هخرج. وشوفي بقى فيها شهور علشان اروق وارجع لك هنا تاني. محمود اوعى تقول الكلام ده تاني، انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك يوم واحد. ايوه، اول ما زرج ان انا تتنحنحي كده، انا عشان اروق فعلا لازم تقومي تفرجيني على الرقص بتاع سامي يا جمال بجد بقى. عينيا الاتنين بس تقوم ترقص معايا. احمد احمد، في ايه؟ مالك سرحان في ايه كده؟ لا 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 ابدا، مفيش اي حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ ده انت من ساعه ما قعدت وانت مش معايا خالص. الان هوا صافي، الشباب بتوع منيا القمح قابلتهم النهارده على باب الشركه، كانوا جايين عشان يسلموا على عمه وسلموا عليا وشافوني، يعني ممكن يبلغوا بابا. طب وفيها ايه لما يبلغوه؟ وانت شغال مع حد من الشارع ده عمه؟ وبعدين انا عايزه اقول لك على حاجه، انت حر في مستقبلك، انت اللي لازم تختاره بنفسك، محدش يتدخل فيه. يا صافي يا حبيبتي، الموضوع اكبر مما تتصوري وكمان يطول شرحه. ايه ده احمد الكلام المكلكع اللي انت بتقوله لي ده؟ بقول لك ايه، خلينا نفركش دلوقتي وبعد كده نبقى نفكر في الكلام بتاعك. لا اشرب يلا. بقول لك يا صافي، انا ملاحظ حاجه غريبه قوي، كل ما اجي هنا الناس هي الناس والوشوش هي الوشوش. هي الناس دي ما عندهاش شغلانه؟ قصدك انهم عواطليه يعني؟ بص يا سيدي، الناس دي حكايتها حكايه، في منهم اللي اتخرج ومش لاقي شغلانه على مزاجه، وفي منهم اللي بيشتغل بس بيشتغل في شركه ابوه،
في منهم بقى اللي مكبر من الشغل اصلا ومش عايز يشتغل لانها مش فارقه معاه. من الاخر يعني الناس دي مش فارق معاها الفلوس لان اهلها اغنى ناس في البلد. ادخل. واحد بره عاوز يقابل حضرتك وبيقول انه ابن خالتك واسمه الدكتور علي. مين؟ الدكتور علي يا باشمهندس احمد. اهلا علي. اهلا بيك. انت اللي جابك هنا وعرفت منين؟ من اللي شافوك وعرفوا انك بتشتغل هنا. مش زي ما قلت لنا انك بتشتغل في شركه اجنبيه. طيب بلاش الكلام ده هنا دلوقتي. بلاش. يا ريت بقى تستأذن وتيجي معايا نقعد في مكان هادي عشان نتكلم براحتنا. يكون احسن برضه. يكون احسن. علي انا ما غلطتش ولا اذنبت في حق حد. وكذبك على باباك وعلينا وانك تفهمنا انك بتشتغل في شركه اجنبيه ده ما يبقاش تمويه وخداع يا باشمهندس. ما كانش قدامي حل غير كده، خصوصا بعد ما استنفذت كل المحاولات مع بابا واتاكدت انه استحاله هيوافق اني اشتغل مع عمه. دكتور مصطفى خايف عليك، واعتقد انه اكتر من مره حاول يقنعك ويفهمك ايه اسباب رفضه. بس كلها اسباب غير مقنعه. وبعدين ده مستقبلنا وحياتنا، واظن ان من ابسط حقوقي ان محدش يتدخل في مستقبلي وان اخططه زي ما انا عايز. بعدين بقى عشان تبقى عارف يا دكتور علي، انا صح وكلكم غلط. لو قربتوا لعمه محمود زي ما انا قربت له هتلاقوا انسان بخيره وبشره، انسان كافح وتلطم وظلم واتظلم ودائر الفشل، بس لما ده النجاح اتشبث بيه. وعمر النجاح والثروه ما كانوا نقطه ضعف ولا عار. عمر ما حد قال الكلام الغريب اللي بتقوله ده يا باشمهندس. عمك انسان وبشر لكن في ناس الخير جواهم غلاب وفي ناس الشر جواهم غلاب زي عمك كده. اللي عرفته من قرب العمي ان بابا وتيتا ظالمينه وانه مش بالبشاعه اللي انتم متصورينها عنه. عشان تبقى عارف بقى يا دكتور، اذا كنت كذبت عن بابا وماما وعنكم كلكم فده عشان حاجه واحده بس، عشان انا بحب بابا قوي وبحترمه بجد، ونفسي علاقتي بيه تفضل طيبه، وفي نفس الوقت ما ضيعش فرصة عمري من بين ايديا. ياه، فرصة عمرك؟ طبعا فرصة عمري. المنصب اللي انا فيه فرصة عمر، المرتب اللي انا باخده فرصة عمر. انا باخد مرتب مفيش مهندس معاه ماجستير ودكتوراه وخبرة 20 سنة ياخده. ده غير كمان يا دكتور انه بيعدني المنصب اكبر، وبيعدني ان ابقى دراعه اليمين في ادارة مجموعة الشركات كلها، غير الشقة اللي في المهندسين، غير العربية اللي أحدث موديل، غير البرستيج العالي اللي من موظفين المجموعة. عارف يا دكتور البرستيج ده كله ليه؟ عشان أنا ابن أخو محمود باشا الشرقاوي اللي حضرتك وبابا وماما وتيتا كلكم رافضينه ومقاطعينه من سنين طويلة ومتبريين منه بحجة إشاعات فارغة ملهاش أي أساس من الصحة. جاي بعد ده كله دكتور تقول لي أسيب الشغل وأبعد عن عمه؟ دكتور مصطفى لو عارف صدمته فيك هيبقى ملهاش حدود، ورد فعله هيبقى عنيف قوي. انا كبير بما فيه الكفايه يا دكتور، وانا ما غلطتش عشان يعاقبني. انا لسه ما عرفتش اي حد ولا حتى منا. انا جاي من غير ما اي حد يعرف، وانت فاكر ان انا هقدر اقنعك، بس واضح انك مصمم على اللي بتعمله. انا اسف يا باشمهندس، مضطر ابلغ دكتور مصطفى اني ما اقدرش اخبي عليه موضوع كبير زي ده. ماشي يا دكتور، بلغه، بس بعد اذنك يعني يا ريت تبقى في صفي وتقنعه بوجهه نظري. انا عارف كويس قوي ان بابا بيحبك وبيحترم ارائك، وكلامك معاه هيخفف عليه كتير، واكيد هيخفف عليه الصدمه. معقوله؟ دي مصيبه. بابا لو عارف حاجه زي دي ممكن يروح فيها. ما عشان كده قلت اقول لك في الاول نشوف حل او طريقه نبلغ بيها الدكتور مصطفى. صعب قوي موضوع زي ده يتخبى عنه. لا لا لا، بابا ما يستحملش صدمة زي دي أبدا. أنا هسافر لأحمد، هسافر له بكرة، لازم أقنعه إنه يسيب الشغل عند عمه فورا. تهيألي أنت شايفة الشقة فخامتها قد إيه، وأكيد الدكتور علي حكالك على وضعي في شركة عمه والمستقبل اللي مستنيني. أيوه بس أنت إزاي تعمل كده وما تعملش حساب لبابا موقفه واللي ممكن ياخده منك لما يعرف؟ البركة فيك أنت والدكتور علي، تقنعه بابا وتخلوه يبقى في صفي. في صفك ازاي وانا اصلا مش موافقه على اللي انت بتعمله ومصر انك ما تتراجعش عنه؟ بقول لك ايه يا منى، من الاخر انا مش هضحي بمستقبلي ولا احلامي اللي بدات تتحقق على ارض الواقع، ومستقبلي
جنب عمه.